خلال استقباله رئيس الأركان السوداني السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان. بومبيو يؤكد ضرورة التصدي لسياسات إيران المزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. البنتاغون يقرر وقف تسليم تركيا طائرات F-35 ردا على شرائها منظومة S-400 الروسية. الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفا استراتيجيا وامتدادا للأمن القومي المصري. وخلال استقباله الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، أكد الرئيس مساندة مصر لإرادة وخيرة الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة، موجهنا التهنئة للسودانيين بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي والخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية. قام رئيس جهاز المخابرات العام اللواء عباس كامل بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان، التقى خلالها الرئيس سلفا كير، حيث نقل رئيس جهاز المخابرات العام لسلفا كير رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما التقى اللواء عباس كامل مع نظيره بجنوب السودان لإجراء مباحثات ثنائية، وذلك لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين. قررت الولايات المتحدة وقف تسليم تركيا طائرات F-35 وذلك ردا على شرائها منظومة الصواريخ S-400 الروسية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إنه تم إبلاغ الطائرين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة مغادرة البلاد بحلول نهاية الشهر الجاري. وأوضح البنتاغون أن تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليص صفقة طائرات F-35. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضرورة مواصلة العمل لمواجهة سياسات إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال استقباله نظيره البحريني خالد بن أحمد في واشنطن، أشاد بومبيو بجهود المنامة في إرساء الأمن والسلام في الشرق الأوسط. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.